أول شيء التعلق بالأشخاص، الشيء الثاني التعلق بالماديات، مثلاً منصب، فلوس، سيارة. الشيء الثالث التعلق بالشكل. بالشكل؟ إيه نعم، يعني كثير من نشوف بعض الفتيات أو حتى حين الرجال في أيامنا الحالية مع كثرة السوشيال ميديا ما يطلع من البيت إلا بشكل معين لأنه يخاف من حكم الآخرين. أنا ليش بخاف من حكم الآخرين على شكلي؟ لأن أنا متعلق أني أطلع بشكل معين. حتى في مجتمعنا العربي تشوفين ساعات المرأة تخاف تقول عمرها. ليش تخاف تقول عمرها؟ لأن هي رابطة أو متعلقة بشكل معين في عمر معين، فتشوفينها خلاص تدفن نفسها في عمر معين وما تعيش الحياة من بعدها. عندنا نوع من أنواع التعلق وهو التعلق بالماضي، إن الشخص ما يقدر يتخلص من الماضي اللي مر فيه فيتعلق بالماضي. وحتى في بعض الأشخاص يتعلقون بالأثاث، بالأثاث ما يقدرون يغيرون البيت، ما يقدرون يجددون لأن في علاقة بينهم وبين قطعة الأثاث. يمكن هاي القطعة أو أي شيء من التعلق الخارجي يذكرهم بمشاعر معينة، يذكرهم بإحساس معين، ويصيدهم نوع الخوف. إذا أنا تخليت عن هالشيء أو خليت هاي الشيء يطلع من حياتي، معناته أنا ما برد أحس بنفس الإحساس اللي أنا حسيت لهالدرجة. يعني حتى الأثاث، حتى هذه الممتلكات الصغيرة ممكن تكون. بس تعرفين شنو أصعب أنواع التعلق؟ شو هو؟ التعلق بالروح. لأن بالروح؟ إيه؟